عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على كيتشن أمال تونيزي. مرحبا بكم الناس الكل وين ما تكونوا انتم موجودين. شكرا لكم على متابعتكم وعلى تعليقاتكم المزيانة. دونك نتلقاو اليوم في غوسيت جديدة. الغوسيت هذه أول مرة باش نجربها معاكم، هي دبس الخروب ولا عسل الخروب ولا كيما تحبوا نسميو. دونك حاجه مزيانه برشا، وسورتو معناها لي جاتو للتي، برشا حاجات نستعملوها. الاهم حاجه صحيه. انا يعني نذكر قبل ديما ناخذوا هيك الخروب ونبداو ناكلو فيه، معناها هكا نقسموه ونبداو ناكلو فيه، ياسر بنين وسكري معناها على الاخر. دونك هذاك علاش انا اخترت اليوم باش نعمل الدبس من غير معناها سكر، نعوضوا بيه باش نعمل بيات الحال جاتو بال معناها الدبس هذايا. دونك نخليكم تشوفوه معناها تباعا في معناها في فيديوهات اخرين ان شاء الله. الكميه صغيره، انا باش ناخذ فقط ترتل. دونك فوالا، هذه هي الوصفه اللي حبيت انا نشارككم اليوم. الغوسيت هذه ان شاء الله تعجبكم الناس الكل، ونتمنى انتم زيدا تجربوها بطبيعة الحال. دونك فوالا، كما تشوفوا هذه هي الغوسيت. دونك انا هوني ابرد ولا يعني يزيد يبرد شوية ولا القوام هكا انا معناها نحبو. ولا هذه هي الغسيت. نمشيو مع بعضنا نشوفو الطريقة والكيفية بطبيعة الحال. بأول حاجة خديت أنا معناها الخروب متاعي، هذا هو الخروب. دونك غسلته خليته يتسقطر، على خاطر ديما الحاجات هذوما كي نشريهم يبداو فيهم التراب وكل، معناها سيرتو مع عند هذوك من يبيعوا والكل، مش غالي جو كخوا 2000 حاجة هكا. أنا خديت الكمية متاع رطل أكاهو، يعني مانيش باش نعمل كمية كبيرة، سيرتو معناها كيما ديما مستانسين نقول ديما كمية صغيرة حتى اللي يحب يجرب هاوكا يجرب زادا هاو. دونك هذا هو الخروب. دونك فوالا هذا هو حلوره، وزيد ناكلوه برشا احنا قبل نذكر ما شاء الله. دونك هذا هو توا الحقيقه باش نفتفتوه هكا شويه. كما قلت لكم اهم حاجه انه احنا نغسلوه معناها بالكل، خاطر فيه هو ديجا القلوب، نجمو زيد القلوب نحيوهم سينو توا من بعد بيعتهم. هذه ما فيش برشا الحقيقه هكا، هذوما هما فوالا هما اللي يتسميو معناها نعرفوهم كيبدا فما كونتيتي كبيره يستخرجوا منهم الجيلاتين. فوالا الجيلاتين الطبيعي نقولوا احنا. فوالا بي كيما تشوفوا. دونك فوالا هكا احنا معناها كيما نقولوا احنا معناها فتفتنيهم هكا شويه، كان فما قلوب يخرجوا دونك هكا وحدهم سينو مش مشكل، من بعد توا نحيوهم. دونك توا باش ناخذ هوني سلطتي نتاعي، باش ناخذ إيطرة الماء اللي أنا سخنتها معناها برشا هكا، بسم الله. فوالا باش نخليوه وبعد إن شاء الله نرجعو. بيرجعنا بعد ما خليناه معناها ليلة كاملة الخروب نتاعنا، بسم الله. دونك فوالا هوني حتى كمية الماء معناها اللي حطيناه، حاطين إيطرة ماء تحسوه شرب الماء. فوالا هوني معناها ولا يعني هتراب ولا على قبل ولا. دونك توا انا باش نزيد نصف اترا ماء، وحطيته في الكوكوت خير معناها هكا والكل على الطنجره، بدلته توا باش نحطوه بطبيعة الحال على النار، تكون النار معناها كيما نقولوا احنا هاديه، حكايه ساعه ونص ساعتين بعد نرجع لكم ان شاء الله. باي فوالا، توا بعد ساعه ونص بالضبط رجعنا. احنا نحسوه معناها طويله معناها العمليه والكل، ولكن معناها نعرفش نحسها تقرب شويه للعصيد، مي بون ما نغليوش الماء بطبيعة الحال. دونك فوالا هذا هو، اما صدقوني راهي النتيجه طحفونا برشا. دونك الماء نقص بطبيعة الحال هوني بعد انا ساعه ونص بالضبط خليته. دونك شناخو انا خديت هوني معناها هذه باش حبيت نوريكم معناها كيفاش من بعد النتيجه، تنجموا تاخذوا حاجه اخرى انتم. دونك توا باش نصفيوه فوالا، شوفوا معناها نتوما الماء معناها كيفاش. كما قلت لكم معناها نقص الكميه، حطينا تقريبا لتر ونص من كذا باش خرجنا. انا جوست خذيت رطل توا، عندي نص لتر ماء سخونه.
دونك باش نحي جوست هذايا خليني دو كوتي. عندي نص لتر ماء هوني سخونه باش نضيفها، بسم الله باش نضيفها دونك للخروب نتاعي. فوالا، وباش ناخذ الباتور نتاعي هذه بشويه بشويه وبعد نصفيهم كيف كيف. الكميه اللي تحصلنا عليها باش نحطوها هوني، الكميه الاخرى كيف كيف. فوالا توا باش نحطو معناها الكوكوت نتاعنا ولا الطنجرة دونك على نار هادية حتى يطيب بشوية بشوية ويعقد. توا نوريكم معناها الثلاثة مراحل اللي نمرو بيهم. توا باش نحطوهم يبدا مرحلة الغليان ومن بعد يبدا يعقد بشوية بشوية. وصلنا للمرحلة هذه معناها عقبت توا عنده ساعة وأكثر من ساعة ونص تقريبا على نار هادية. أنا كمية صغيرة معناها حطيتها مش برشا كيما تشوفوا لهنا معناها فوالا، معناها هذيك وين كان موجود الماء وبدا ينقص بشوية بشوية. ياخو برشا وقت باش يطيب لأنه ديجا ما فماش سكر دونك طبيعي باش نطيبو كيف ما هو، ولكن من بعد تنشوفو هوني تقريبا قرب معناها بشوية بشوية باش يحضر. دونك كيما قلت لكم خاطر من غير سكر ياخو برشا وقت. فوالا كيما تشوفوا توا بريسك معناها احضر دونك الدبس الخروب نتاعنا. حقيقه كيما تشوفوا معناها انا كميه صغيره معناها عملتها ما عملتش برشا، ولكن قعد انا توا 3 سوايع بالضبط وهو يطيب. خاطر لازم يكون على نار هاديه باش يعطينا ريزولتا تحفونا برشا. فريمون اول تجربه وما ندمتش اللي انا عملته، من بكري وانا قاعده نذوق فيه حتى هو سخون سكري على الاخر معناها ما يستحقش باش نزيدو سكر، وانا اليوم حبيت نعملو من غير سكر. شويه اخرى انا نطفي عليه خليه يبرد وبعد نوريه لكم ان شاء الله، وانتم زيد نصحكم جربوها حاجه صحيه وبنينه. فوالا هذا هو دبس الخروب كما تشوفوا. انا حبيت هوني هكا نخليه معناها مازال في الطنجره ونوريه لكم. دونك هذا هو القوام بعد ما برد ولا كيما تشوفوا، او زيد هوني زيد نوريكم انا طاب بالباهي بالباهي. الكميه كيما تشوفوا صغيره، والحقيقه انا من بكري جاتني هكا قلت باش نعمل كيك دونك خليت هوني معناها باش يبرد باش نعمل به كيك. اكيد باش تشوفوه معناها بعد الغوسيت هذيا باش ما يكونش عليكم طويل، وحبيت نوريكم انها الغوسيت يعني طويله شويه في التحضير، ولكنها كيما تشوفوا طريقه ناجحه برشا. وراني كيما قلت لكم ذقته ياسر بنين فريمون انا فرحانه برشا اللي عملت الغوسيت والله. دونك فوالا حبيت نبارطاجيها معكم، ان شاء الله نتوما زيد تجربوا الغوسيت هذه نتاع دبس الخروب ولا العسل ولا باش نعوضوا بها احنا السكر. دونك تحفون برشا. انا الحقيقه دبس الرومان نستعمله في دي سلاد والكل، وحتى هذا زيد باش نحب نستعمله زيد في شويه سلاد، وباش نزيد نعمل كميه اخرى بما انها الغوسيت عجبتني برشا باش نعاود نمشي ونشري كميه اخرى ونعملها كما قلت لكم طويله شويه، ولكن معناها النتيجه باهيه، النتيجه باهيه حاجه كي تبدا صحيه وفيها منفعه بوركو با. فوالا هوني هكا نوريكم فوالا. دونك فوالا هذه هي غوسيتنا لليوم. ما تنساوش لايك الناس الكل، وان شاء الله تعجبكم وانتم تجربوها. بالسلامه وفي الامان.